أعزائي العيانين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الصحي عثرة لصحتك ومحدش واخد منها حاجة. حلقة النهاردة احنا هنتكلم عن مرض خطير جدا، هو مرض الضغط. والحقيقة مرض الضغط ده لو احنا شفنا اين تم اكتشافه او موطنه الاصلي فين، هتفاجئوا بحاجة غريبة جدا، ان الضغط ده اساسا تم اكتشافه في مصر بلدنا المحبوبة اللي احنا عايشين فيها، وده تم من حوالي 7000 سنة او 6000 سنة ايام الفراعنة، كان في مدينة طيبة او في مدينة منف. بيقولوا ان كان الفراعنة بيبنوا هناك معابد، المعابد دي كان بيبقى قدامها ساحات كبيرة جدا فاضية، الساحات دي عبارة عن ساحات انتظار علشان الناس اللي جايين المعبد. يعني تلاقي مثلا ساحة راع، ساحة امون، ساحات كبيرة جدا كده، اللي جاي طبعا المعبد معاه مثلا جايب حمارة يسيبها، جايب معزة من الغيط مثلا يسيبها، بعد ما يخشوا جوه المعبد ويطلعوا كان كل الفراعنة بيتغدوا مع بعض في الساحة الكبيرة دي علشان يبقى فيه تجمع شعبي والناس تحب بعضيها. كانوا ياكلوا طبعا الحاجات الشعبية، الطماطم والخيار والعيش المرحرح المصري بتاع زمان من 7000 سنة، كان بيبقى عيش ناشف وجميل، ويجيبوا فواكه معاها المصرية الدوم والحاجات دي. وكانوا في الوقت ده بقى بيلعبوا لعبة الضغط، يلعبوا مع بعض الضغط اللي هو العشرة 11 12، الجسم يبقى ممدود كده الضغط ده، وكانوا يسجلوا الكلام ده على جدران المعابد او لعبة الرست، ويجيبوا بقى الحجارة والازميل ويبدأوا ينقصوا لنا الحاجات دي كلها. الحقيقة العلماء لما شافوا لعبة الضغط افتكروا ان الضغط ده اللي هو ضغط الدم اللي احنا بنتكلم عليه، فقالوا ان الفراعنة هم اول من اكتشف الضغط. احنا ما يهمناش تصحيح المعلومة بقدر ما يهمنا اهمية ان المصريين اول ناس لعبوا ضغط في العالم. نخلينا بقى بالنسبة للمرض بتاعنا. المرض بتاعنا ده هنبتدي نشوف على اللوحات التشكيلية. عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا قبل ما انقل، ان احنا لو بصينا على مثلا رمسيس الثاني اللي هو التمثال، هنلاقي رمسيس الثاني ده من كتر لعب الضغط بقى بالحجم الضخم ده. وعلى فكرة رمسيس الثاني ده اصغر فرعون عندنا، يعني احنا عندنا فراعنة اكبر منه بكتير، لان رمسيس الثاني حكم 13 سنة، في ناس حكموا 26، في ناس حكموا 18، اكبر منه بكتير. وفي تماثيل في سينا الفراعنة بيقال انها بنص حجم سينا، مش عارفين يطلعوها. وبعدين في كمان مراكب القمر غير مراكب الشمس. مراكب الشمس كانوا الفراعنة بيستخدموها بالنهار، مراكب القمر كانوا بيستخدموها بالليل. المهم انا مش هخش في اختصاصات زمايلي زي الاستاذ زاهي حواش عشان ما يحصلش تضارب في البرامج، خلينا في الضغط اللي احنا بنتكلم فيه. اللوحه دي بقى بتبين موظف متوسط الحال قاعد بيقرا جورنان، الجورنان ده من بتاع الناس ميسورين الحال، في نشرة اقتصادية، في اخبار عن اسعار السيارات والبيوت والحاجات، قاعد بيقراها، عامل رياكشن غريب جدا ووشه احمر لانه مصاب بضغط، جرثومة اسمها جرثومة الضغط وميسين. الضغط وميسين دي عبارة عن جرثومة بتعيش جوه وجه الانسان، ومشكلتها ان هي بتبقى حمراء فبتعيش في المنطقة المحمرة اكتر. جرثومة الضغط وميسين احنا عملنا عليها ابحاث فاكتشفنا حاجة غريبة جدا. الجرثومة دي لو انت شربت عناب متلج، العناب ده مثلا شايله انت في حلة كبيرة جوه الفريزر بتاع التلاجة عندك بقاله 5 6 اشهر، لو شربته جرثومة الضغط وميسين دي تموت فورا، او يحصل لها حاجة تانية انها تحمر، فمع الوش الاحمر ما تبانش وتبقى اختفت، ويبقى احنا قدرنا نعالج المرض. انا عايز اقول كلمة بسيطة جدا كبروفيسور زكي بيوتك، بيقول لكم يا جماعة ما حدش يحصل له ضغط من اي نوع، لا من الاهمال ولا من التصريحات ولا من الضغط وميسين. يا جماعة الحقيقة ان الضغط بيجي لنا بسبب الحاجات الصيني اللي موجودة في كل حتة. تبص تلاقي الصينيين موجودين في كل مكان، في مترو الانفاق، في البيت، في كل، انا متهيألي اللي هيمسح لنا السلم صينيين، انا متجنن بصراحة. يعني كل حاجة ميد ان تشاينا هي دي اللي عامله لنا ضغط، فيا ريت ان احنا نخلع من الضغط ده. وزي كل حلقة انا ببقى مخبي المريض علشان يبقى مفاجأة او قنبلة بالنسبة لكم. نشيل بقى البرفان ده كده،
نبص على المريض نحس ان هو تعبان متوتر، الضغط عنده مرتفع وعالي، وبعدين نلاحظ حاجه ان هو لابس فانلة اللي هي بتاعه نادي الزمالك بيضه وخطين حمر، فده عنده ضغط عصبي من النادي اسمه ضغط نوادي. جاله الضغط بسبب ان النادي بقاله 6 سنين الزمالك ما بياخدش الكاس ولا الدوري، فحصل له ضغط عالي عليه ومنهار. هو سيادتك تعبان ومدام ساور ما اتكلمش يبقى برضه حاسس بضغط من السندوتشات بتاعه الطعميه والفول والكبده والسجق اللي هو بياكلهم في الشارع. ثانيه واحده انا هقيس لك الضغط ما تقلقش. نجيب جهاز الضغط معانا اهو. هات ايدك لو سمحت، افرد ايدك كده، حط ايدك هنا. طبعا معانا جهاز الضغط اهو علمي، امسك كده، امسك من هنا كده، ايوه. طبعا كلنا شايفين انا بقيس له الضغط هنا عندي وشغال بالمنفاخ بم. ايه ده، يا نهار ابيض، معقوله ده؟ ضغطه 350 على 460. الجدع ده المفروض يا جماعه انه يكون ميت من 3 اسابيع. حاجه غريبه ان هو لسه عايش لغايه دلوقتي. انا هضطر ان انا اديله حقنه ضغطه ميلتين، وحقنه الضغط ميلتين دي هتفس الضغط اللي عنده. اقعد يا حبيبي هنا، اقعد هنا، افتح كده دراعك، ايوه بالراحه كده بس، ونديله حقنه ونديها له جامد اهو 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 كده. ولازم نلاحظ على المريض واحنا بنعالجه انه حالق دقنه وان شعره محروق وانه زي الفل. المريض دلوقتي هادي جدا، واعتقد الضغط نزل لماينس 9 او -10 لانه عمل كده مره واحده. هسيبه يرتاح. سادتي انستي سادتي، فاصل ونواصل. عدنا من النوم بعد الفاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين معلش انا بقعد بالخمس ست اشهر ما بنامش، فاعذريني، ما بصدق يعني ان انا الاقي دقيقتين على الهواء. ودلوقتي نستقبل التليفونات اللي موجوده في الكنترول، ومعانا السيده نحمده. الو، ايوه يا ست نحمده. الضغط دي حاجه عاديه جدا يا دكتور، طب انا وجوزي والعيال والجيران وجيران الجيران عندنا ضغط ما بيسيبناش. احنا مقسمين نفسنا المجموعات، كل مجموعة ضغطها يعلى في يوم عشان ندي فرصة للكل يتعب براحته. ست نعبيدو، انا يعجبني قوي 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 التعاون اللي بيحصل ده. امال يا دكتور، انا بتصل عشان نشكر الحكومة انها ما قطعتش عننا المية وسايبنا بنستحمى بعد ما بنخف، وبنشكرهم ان لسه الرغيف بخمسة ساخ وبمساميره، يعني ناكل الرغيف وندق المسامير في الكراسي المخلعة. والف شكر يا باشا. العفو يا ست نحمده، ده اقل واجب يعملوه معاك انت بالتحديد يعني. ومعانا الاستاذ سيد. الو، اهلا يا دكتور. انا مش شايف ان الموضوع خطير قوي كده، والحكومة بتحاول تساعد على قد ما بتقدر، واذا كانت هي السبب في الضغط هي برضو اللي بتخفض اسعار الدواء بتاعه. وبعدين مصر بتتعرض لمؤامرة خطيرة، نسيبها بقى ونروح نشوف مين عنده ضغط ومين عنده دي في دي. كمان التصريحات اللي مش عاجباكوا دي عادة من ايام الفراعنة، ده انا كلبتي عندها ضغط وبعالجها من غير ما اعمل الهيصه دي كلها. لازم يجي لها ضغط وهي عايشه معاك، من طريق كلامك وانت بتتكلم. هو حضرتك عدم المؤاخذه يعني بتشتغل في الوزاره؟ ايوه يا سيدي، انا وكيل وزاره الوفيات. وقبل ما تسالني هقول لك انها وزاره جديده بتعمل على راحه المواطنين، الراحه اللي بيتمنوها. واحنا بنشتغل مع وزاره الصحه، هم بيوردوا لنا الحالات واحنا بنتصرف فيها، ومش ملاحقين، سيبونا نشوف شغلنا بقى. بنشكر الاخ سيد من قلبنا وبقول له متسكر. وعلى فكره انا حاسس ان الضغط بتاعي عالي بعد المكالمه بتاعته. انا عايز اقول للساده المشاهدين ما تشيلوش اي هم من ناحيه ان الضغط يعلى او يوطى، لان احنا عندنا جهاز هنا عظيم اسمه جهاز كاشف الضغط السحري. اللي هو الجهاز ده، الجهاز ده اسمه جهاز كاشف الضغط السحري، وهو عباره عن جهاز كهربائي بيشتغل بفيشه بالكهرباء العاديه اللي في البيت. الميزه اللي فيه ان الجهاز ده متكلم، ده متكلم يقدر يقول لك الضغط بتاعك ايه كل دقيقتين او كل 3 دقائق. وممكن معاه كيس قماش بتشيل الباب ده، بتركب هنا كيس قماش بيشتغل كمكنسه كهربائيه في البيت
للاماكن، بس ما ياخدش مساحه اكتر من 3 في 3 او 3 في 9. اللي هيتصل بينا حاليا دلوقتي على الهواء مباشره هندي له جهاز ضغط كاشف الضغط السحري، ومعاه طقم شربات حريمي نصها احمر ونصها اخضر مجانا، ودي فرصه لعشرة من اللي هيتصلوا. دلوقتي بقى هروح للاخ المريض ده اشوفه عمل ايه. انا بقالي كتير شايبه ومش سامع له صوت، وامشي بهدوء برضه عشان ما ازعجهوش. باشمهندس كابتن ابو الكباتن، اذا مات معقوله؟ ايه المشكله؟ ده البوليس هيجي هنا ويسمع لي العياده وقضيه وهتصدح في الجرايد. ده احنا دلوقتي عندنا 150 جريده. المشكلة يقول لك ذاك بيتك قتل واحد، طب اعمل ايه؟ ابو الكباتن الزمالك اخد الكاس والدوري. زمالك بتهيص ليه؟ بتهيص ليه؟ خدنا الدوري. مين اللي خد الدوري؟ الزمالك. الاهلي اللي خد الدوري. واحنا ضحينا بالمريض ده علشان العياده تتفتح. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في الحلقه القادمه، والى اللقاء.